السلام عليكم. تعرض حوالي 150 شخص من مختلف ولايات الوطن إلى عملية نصب من طرف تاجر يملك شركة خاصة تقع بحي زرعوني مختار بالمحمدية شرق العاصمة، الذي يتواجد صاحبها في حالة فرار بالخارج. وبحسب المعلومات المتوفرة في ملف القضية التي ستعرضها محكمة الجنح بدار البيضاء الشهر الجاري، بأن الشركة قد أوهمت المواطنين الذين في حاجة ماسة لكسب سيارة جديدة بتمكين من سيارة من نوع بيكانتو وما يوازيها من نوع آخر، مقابل أن يدفع الزبون مبلغ 50 مليون سنتيم. وبحسب العقد فإن الشركة اشترطت على زبائنها عدة بنود للالتزام بها، منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم إليها بدءا من يوم التسجيل، وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام أجل التأخير. وبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن التاجر مارس عليهم طرقا احتيالية وتدليسية لعدم إعطاء الزبائن سيارة بيكانتو، بالرغم من استلام الشركة مبلغ 50 مليون سنتيم من كل زبون، بحيث تبين من التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بباب الزوار أن صاحب الشركة لدى بالفرار إلى إسبانيا بعدما جنى أموال طائلة. سلام.